الموجز الاقتصادي من قناة الرافدين، حياكم الله. أكد رئيس غرفة تجارة بغداد فراس الحمداني أن البضائع المستوردة بصورة عامة لا تخضع للفحص من قبل جهاز التقييس والسيطرة النوعية من أجل الاستدلال على جودتها أو رداءتها. وقال الحمداني إن التاجر العراقي يبحث عن آلية للربح ويتعامل مع السوق المحلية بما هو مطلوب منه من توفير السلع ذات متانة عالية وجودة عالية أو ذات نوعيات رديئة، مضيفا أن هناك العديد من الشركات الأجنبية تورد إلى العراق بضائع ذات أسعار مرتفعة. هذا وكشفت مصادر محلية أن الأسواق العراقية تعج ببضائع وسلع مستوردة من مناشئ مختلفة وتختلف جودتها من بضاعة إلى أخرى، لكن السمة الغالبة عليها هي رداءة نوعياتها وعدم مطابقتها للمواصفات العالمية. كشف مصدر حكومي أن البنك المركزي أصدر خلال اليومين الماضيين موافقات رسمية لثلاثة مصارف أهلية عراقية لاستيراد الدولار الأمريكي لتلبية حاجة زبائنها من هذه العملة وبمبالغ تصل إلى 100 مليون دولار. وأوضح المصدر أن هناك طلبات من مصارف أخرى في طريقها للتقديم للبت فيها من قبل البنك المركزي العراقي، مبينا أن المصرف العراقي للتجارة يجري مناقشات مهمة حالية مع عدة شركات دولية لنقل مبالغ مالية تصل إلى 120 مليون دولار، وهي في طريقها للإنجاز خلال الأيام المقبلة. حدد النائب محمد البلداوي عوامل عدة وراء استمرار اضطراب سوق الدولار في العراق. وأوضح البلداوي أن أبرز أسباب تذبذب صرف الدولار هو تأخير الفيدرالي الأمريكي في إرسال شحنات الدولار إلى البنك المركزي العراقي وتلويحه المتكرر بفرض عقوبات عليه، مشددا على ضرورة إعادة النظر في تنويع سلة العملات والسعي إلى إنهاء ملف الدولار في الأسواق من خلال اعتماد الدينار في تسديد المستحقات الداخلية لخفض الطلب على السوق الموازي. ويشهد سوق العراق أو سوق بيع الدولار في العراق حالة من عدم الاستقرار في ظل ارتفاع وانخفاض مستمر، ما شكل هاجس قلق في الأسواق العراقية. قال وزير التجارة التركي عمر بولات إن بلاده تهدف إلى زيادة حصتها في إجمالي صادرات الخدمات العالمية إلى 2%. وأوضح بولات أن أهمية تجارة الخدمات زادت في ظل تراجع التجارة العالمية، وأنها باتت أكثر أهمية للدول التي تعاني من مشكلات في حسابها الجاري، مضيفا أن تركيا حققت رقما قياسيا في صادرات السلع للعام الماضي بقيمة 254 مليار دولار و 89 مليار دولار من صادرات الخدمات. وأشار إلى أن تطوير صادرات الخدمات يعد عنصرا مهما في رؤية قرن تركيا، وأن صادرات الخدمات نمت بمعدل وسطي يصل إلى 7.3% خلال السنوات العشر الماضية. والآن إلى أسعار العملات الأجنبية مقابل الدينار العراقي وإلى أسعار المعاد. نهاية الموجز، إلى اللقاء.